شهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين المرحلة الختامية لفعاليات التمرين البحري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي اتحاد 18. ويشارك في التمرين قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح البحرية الملكية البحريني والأسلحة البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولدى وصول معاليه إلى القاعدة البحرية بسلاح البحرية الملكية البحرينية، كان في الاستقبال العميد الركن البحري الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكية البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. بعدها قام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتفقد عدد من السفن والقوات المشاركة في التمرين، حيث استمع معاليه إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة، كما اطلع عن كثب على عمليات التمرين ووسائل القيادة والسيطرة. وأشار معاليه إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا معاليه أهمية هذه التمارين المشتركة ودورها الفعال في رفع مستوى الكفاءة القتالية ودرجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات المختلفة في ميادين القتال. وأعرب معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن اعتزازه لما لمسه من روح التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المشاركة في التمرين، منوها معالي بأهمية إجراء مثل هذه التمارين البحرية المشتركة لاكتساب المزيد من الخبرة الميدانية والقدرة على التخطيط للعمليات البحرية بالتعاون مع الأشقاء والاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك. وأوضح معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين تحرص دائما على رفع مستوى كافة منتسبيها من ضباط وأفراد وتدريبهم التدريب الأمثل القائم على أحدث الأسس والأساليب العسكرية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة وإثراء الخبرات لبناء قوة بحرية ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناط بها بكل جدارة واقتدار.